أحدثت مذكرة حاكم مصرف لبنان رياض سلام التي أعلن عنها نهار الجمعة أثرا إيجابيا كبيرا ساهم بخفض الدولار قرابة 10,000 ليرة لبنانية، وذلك بعدما توجه للمواطنين معلنا الاستعداد لبيع الدولار الأمريكي عبر منصة صيرفة لمن يريد، طالبا من المصارف إبقاء أبوابها مفتوحة حتى الساعة 6 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. ومع انطلاق بدء العمل بمذكرة الحاكم تبين أن المصارف لم تقع تحت ضغط الطوابير بعد، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم إدراك الناس وبشكل دقيق لمفهوم التعميم الصادر، إضافة لعدم توضيح المصارف لمفهوم التعميم الجديد لأنها تلقته في عطلة نهاية الأسبوع وتباشر العمل به اليوم. اعتبر هذه كلها سياسة وكلها مؤامرة، ما حدا فهمان شيء من شيء. والله هذا نظريتي أنا يعني بتقول هذا التعميم اللي جيت حيساهم بلجم؟ لا 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 لا، هذه إبرة بانج، هذه إبرة بانج بس، ما في شيء بيساهم، ما في شيء. إذا الزعماء كلها ما اتفقوا وتوحدوا صفوا قلوبهم ما بيمشي الحال. شو بدك، هذه كلها إبرة بانج. يعني تعتبر أن الدولار سياسي مش اقتصادي؟ أكيد سياسي. أكيد إذا في أزمت بالسعر صيرفة بعملها، مع انه عندي قناعه تامه انه بالنتيجه عم شيلهم من جيبي حطهم بجيبي. يعني انت شو متوقع من هذا التعميم الجديد؟ بصراحه قال لي عم حاول افهم من امبارح، من لما صارت 130 وقشطوا ل 26، من هي الجهه السياسيه بلبنان اللي قادره تعمل هيك شيء؟ بتحط مصاري على التعميم الجديد؟ يعني عم تسال؟ لا لا لا، تشيك بدي احطه بالحساب، يعني مش على التعميم الجديد. لا لا، ما عندي فكره عنه. شو بده يفيدنا هذا؟ نعطونا اياه ولا ما اعطونا اياه؟ قاعدين بلا اكل، شو بده يفيدنا؟ اجار طريق مش عم يكفينا. ريت التعميم الجديد؟ لا لا، ما اريدنا، ما عاد يهمنا. وحسب ما اوضحت مصادر مصرفيه للانبيان فان مفاعيل التعميم بدات تطبق اليوم مع اختلاف معايير التطبيق بين مصرف واخر، فمنهم من يبقي على قسم من المال المطلوب تحويله للدولار لديه، اضافه لتقاضيه عموله بالعمله الصعبه من صاحب الحساب. أما المؤكد هو أن المصارف لا تستطيع تحديد سقف للسحوبات والتحويلات كالسابق، فهي عليها أخذ المعاملات وتحويلها إلى المركزي بانتظار الموافقة التي يجب أن تأتي في غضون 24 ساعة. ولكن ثمة أسئلة عديدة تطرح في سياق التعميم الجديد، أبرزها حول التزام المصارف بالتطبيق والاستمرارية في ظل شح الدولار، إضافة لإمكانية المواطنين على تأمين الحد الأدنى من الأموال المطلوبة بالليرة لاستبدالها بدولار صيرفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. اللي كان عم بيصير مش مقبول، يعني عم بيصير بشو؟ دولار بيطلع 10,000 بينزل 10,000 بنهار واحد هيك. بتأمل برب العالمين بالمعجزات؟ بتأمل بتأمن بالمعجزات حضرتك؟ ينجي على الصيف، جيت قبل شوي قالوا لي ما في دولار، قال لي تعب بعد نص ساعة، هي الشاب جاي لعنده بعد نص ساعة. وفي شأن مصرفي آخر، أوصت جمعية مصارف لبنان بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15,000 دولار أمريكي، والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على أن لا يطلب قبضها نقدا أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان، وأن تأتلف مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. مذكرة الحاكم نجحت في لجم التدهور الحاصل في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، لكن العبرة تبقى في التنفيذ والاستمرارية، لأن الشعب وصل إلى ما لا يطاق من ضيق وفقر وأزمات. من بيروت، حسن فقيه، أنبئن.